سباب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لك في الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعرفها ملي على حملها صبر ولا جلد. البارحة كان المدير العام تاع الأمن موجود في إيطاليا ها مكتوب هنا في المؤتمر الثالث للشرطة دول الجوار الجنوبي هامل يستعرض تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب بإيطاليا. على كل حال مصباح جو معي ورا موجودين هنا. أنا دايما نقول لهم كي ديروا تقارير ما تزيدوا ما تنقصوا اكتبوا كيما. المرة اللي فاتت لما باش نروح احنا للتنسيقية بعثوا لي دعوة رسمية خاطر كاين بعض الناس قالت بلي ما بعثوليش دعوة. لا لا بعثوا لي دعوة رسمية والمرة الجاية نجيبها لكم بإذن الله ان شاء الله. وذهبت أنا خارج من الصباح من قبل مرة وهي سيارات الأمن والموطو هذوك تاع تسمى علاه هما دربوا من عندي تسمى دائما كي تتبعني البوليسية ندخلهم في الطرق. جاتهم فكرة قال لك دروك الآن هذه يا سيدو الموطو تسمى باش يدخل كيما تدخل السيارة تدخل الموطو. وحبستهم هنا في هذاك الصبح حبستهم هنا العشية قدام ذاك حبستهم يعني الموطو هذاك حرب بالموطو والبوليسية حرب لكن تبعوني من الدار حتى الباب تاع مصافر الفندق. كي تبعوني انا كي جاي داخل الباب تاع مصافر الشخصيات السياسية مسكن علي يحيى عبد النور ولا حمروش ولا ما يعرفوهمش احنا نعرفوهم خاطر نهار كامل راهم يجيو هنايا صح ولا لا؟ هذوك تاع السنترال وتاع اللي يسموهم هما انا ما نسميهاش كافينياك. انا كافينياك هذا على بالكم كافينياك نورمالمون هذا سفاح هذا دخل الناس في 1884 دخلهم في غار وبيهم بالزوايل نتاعهم بنساهم بكذا. هذه فرنسا اللي يقولوا الارهابيه. شفتوا فابيوس؟ شفتوه؟ وزير الخارجية جاي قدام الرئيس وقدام الوزير راقد. سبحان الله نقول لك علاش راقد الناس ما فاقوش راقد معناها راه الشيء جايز شي كل جايز. هذا عندنا كلمة احنا في الجزائر يقولوها واش راقد وتمونجي ثم راه هو راقد وراه الملفات كلها جايزة كلها جايزة سبحان الله على العظيم. وزير الدفاع هو اللي يعين المدرب نتاع الفريق ماذا؟ الوطن. فرنسا احنا الجزائر مستعمرة بالعمال من بني جلدتنا احنا الجزائر فرنسا تستعمر بلادنا بعملاء من بني جلدتنا والجزائر مبيوعة مبيوعة. لما يجي ايه في مصر قلت لك ايه ساعة ساعة ذكروني خطرني ساعة ساعة كي دخلت صفتهم قلت سبحان الله العلي العظيم. وجاني خبر بأنه إذا حضرت ربما تكون هنالك مشاكل. جاني خبر باللي ممكن تكون هناك ماذا؟ مشاكل. إذن الملاحقة والمطاردة اللصيقة. تصور انت تخرج واحد فيكم يخرج من داره قريب كله وهما يتبعوه كيف يولي؟ كاين ناس مازال ما تعرفش قيمة هذه الأشياء. انت تخرج
ولدك ولدك لو كان يتبع كل يوم ما تحبش صح ولا لا؟ انت خارج منا من اي مكان تمشي فيه هو يتبعك، وساعات تروح المكان معين تريح ربما ثلث سوايع ربع سوايع هم يقعدوا ثم. إذن هذا ضرب حرية التنقل وتبعونا وحد وحاجات وزيد صبتهم ثم مخرين ما يعرفوهمش خاطش ما حما حنا رانا نعيشوا معاهم دوك الان حتى الخاوه اللي راهم هنا في المسجد يعرفوهم ساعه ساعه ولا لا طيب لكن هذا الامر هل هم هذ الناس جاء وحدهم؟ لا انا حكمت واحد في خلال اسبوع حبسته بالسياره قلت له حبس وانا رحت قلت له علاش كنت تبعوا فيه فهموني اذا عندكم حاجه ديروا لي استدعاء نجيكم دير استدعاء نجيك علاش كنت قال لي الشيخ احنا يا رانا الله غالب احنا قالوا لنا تبعوه ولازم نتبعوك ولازم كذا وهذه خبزه وهذه كذا الى اخره قلت لهم انتم تخدموا عند دوله ولا تخدموا عند عصابه الدوله فيها قانون ولا لا اما العصابه تمشي بالامر وانتم كي تخرجتوا من المؤسسات نتاع الشرطه تخرجتوا باش تطبقوا القوانين ولا باش تطبقوا الاوامر انا نعرف باللي هؤلاء الناس سواء اللي بالموطو سواء اللي بالسياره سواء العلني سواء الخفي كاين خفي كاين داخل الحومه ايضا كاين داخل الحومه نعم هذا الناس انا بالنسبه ليهم يتبعوني صباح وعشيه دبر راسك لكن المسؤوليه هذه يرجع الى مدير العام تاع انا نتحدى الصحافه يجيبوا لي نص الكلمه نتاع الهامل غدوه في الجرائد خاطر هو اليوم عندك 11 و 12 ولا لا نجو نتحدى كل الاعلاميين ان اللي يجيبوا لي الكلمه نتاع الهامل في مكافحه الارهاب كيف كافحت الجزائر الارهاب وينشروها من اولها الى اخرها باش تعرفوا شكون هذا الهامل الذي يقال أنه ممكن يرشح يوما ما لرئاسة الجمهورية الإرهاب أنتم اللي صنعتوا الإرهاب صنعتوا الإرهاب في مراكز الأمن في المخابرات في الدرك في الشرطة عذبتوا الناس قتلتوا الناس سجنتوا الناس ديتوا الناس ولاد الصحراء إلى آخره إذن الآن تروح أنت الطليان وتتكلم كيف الجزائر كافحت الإرهاب باش كافحتوه وكيف جانا الإرهاب في الجزائر؟ مين جاء؟ طاح من السماء هكذا؟ ولا الشعب الجزائري كل واحد كي زاد معاه كلاش؟ ياك يولد الإنسان يولد الإنسان على الفطرة ولا لا؟ يولد سبحة بيضاء هذا الظلم والاستبداد والقهر والتعدي على حقوق الناس هذا هو الذي ولد ردة الفعل وهذا دفاع عن النفس إياكم تعرفوا دفاع عن النفس ناس دافعت على نفسها ناس ظلمت ناس حقروها وانتم تعرفوا الشهادات كلها اللي موجوده